مساء الخير يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ معلش يا إخوان، أنا أوكي إخوان، أنا اليوم خلاص من العقل، فمخدر من هاي الجهة كامل الحمد لله، سنين نفس الجهة، مش عارف أحكي، ونوم من وأنا بالعيادة عم يستمر علي. ضلت تقول لي احكي سين، عارف شو احكي؟ شو ابشر كثيري؟ حكيت لك وين رايحين؟ اه الصيدليه، الصيدليه يكون المهم. فنوم استلميت من اول ما خلصت العمليه، يعني خلصت موضوع الخلع، ف ما بعرف ليش هيك، يعني المفروض زوجتي توقف جنبي تطلب علي تقول لي سلامتك يا حبيبي. حكيت لك سلامتك، الف الحمد لله. شايفين كيف؟ سامعين؟ كيف تنمر؟ بس ماشي، هي انا عارف هي ليش تعمل هيك. ليش؟ لانه بتودر لي ايام ما كانت هي عامله عمليتها، وانا كنت يعني امزح معاها يعني من باب المزاح فقط، لكن ليش تنمر؟ ما كنت اتنمر عليها انا كمان. طيب بمزح، انت ترحب. ما هو انت المفروض نعمل اللي خاله وهيك، يكون شو؟ ايش؟ بكون تعبان. نعم، ما بحكي. اما انت من لما خلعتهم وانت قاعد بتحكي يعني انت اللي قاعد بتضحكني عليك. انه انت طب بتناقش معها هيك بامور الحياه، بنتسلق انا وياك على الطريق، بضمن ساكنين هيك وانا اركز باسناني طيب خلص انا ضحكت لقراتي يعني. المهم يا جماعه، فان شاء الله انه الامور تمشي على خير، ان شاء الله الوليد ما يتوجع لانه لسه هلا مخدر، مو حاسس بإشي، فان شاء الله بصير واحد تخدير، ان شاء الله ما يكون في الم. طبعا هلا راح افرجيكم لما خلعت اسناني وين سويت عشان احكيكم برضو انصحكم. فهلا راح انصحهم، بس شو اسمه تشيل اشياء، شو طيب بس واحد تخدير راح انصحكم واحكيكم كل شيء. انصحكم